قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين بدون شروط مسبقة. وعندما سئل إذا ما كان مستعد للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب: سألتقي مع أي شخص، أنا مؤمن بالاجتماعات، خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائما. التقيتم زعماء كوريا الشمالية وروسيا، هل أنتم مستعدون أو جاهزون للقاء الرئيس روحاني وبأي شروط؟ وهل جرت محادثات تمهيدية في هذا الشأن؟ أنا أؤمن باللقاءات، سألتقي حتما الإيرانيين إن أرادوا ذلك. لا أدري إن كانوا جاهزين، هم يعيشون أوقاتا عصيبة الآن. لقد كان الاتفاق النووي سخيفا، وأعتقد أنه سينتهي بهم الأمر إلى أن يرغبوا بلقائنا، وأنا جاهز في أي وقت. لا أفعل هذا من منطق القوة أو الضعف، لكن من منطق إيماني بأن هذا هو الصحيح. إن استطعنا عمل شيء ذا معنى، ليس الورقة التي مثلها الاتفاق الآخر، سأرغب حتما في لقائهم. هل لديكم شروط؟ كلا، إن أرادوا اللقاء سألتقي بهم في أي وقت يريدونه، أي وقت يريدونه. هذا جيد لهم ولنا وللعالم، لا شروط مبدئية. إن أرادوا اللقاء سنفعل ذلك. ينضم إلينا الآن من واشنطن عبر سكايب محمد المشاوي الكاتب الصحفي. مساء الخير يا أستاذ محمد. كعادته ترامب يلقي مفاجأة من العيار الثقيل. الآن في واشنطن، هل تمكنت الدوائر السياسية حتى اللحظة من استيعاب وقع هذه المفاجأة الجديدة التي تحدث عنها ترامب؟ ليس بعد، الصدمة ما زالت حدثت منذ دقائق فقط وليس ساعات حتى. وواشنطن تعهدت من الرئيس غريب الأطوار أن يلقي بقنابله ومفاجآته هنا وهناك، وكان آخرها ما أطلقه منذ دقائق بخصوص لقائه مع قادة إيران الغير مشروط إن رغبوا في ذلك. لكن هذا التصريح الخطير والهام جدا في السياسة الأمريكية تجاه إيران جاء في توقيت هام جدا. الأسبوع الماضي شهدت واشنطن زيارة غير معلنة عن تفاصيلها لوزير خارجية عمان، وعمان هي الدولة التي استضافت محادثات الاتفاق النووي الإيراني بين واشنطن وطهران. وأيضا هناك تصعيد من الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن وزير خارجيته مايك بومبيو قال لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن هدف إسقاط النظام الإيراني ليس على أولوية السياسة الأمريكية، هم يريدون علاقات طيبة مع النظام الإيراني إذا غير سياساته. وكان هناك أيضا تسريبات حول الناتو العربي، وهي يعني هناك ضغط من ناحية وتسهيل آخر في ناحية أخرى. وهناك كل يذكر نموذج كوريا الشمالية واجتماع الرئيس الأمريكي بالرئيس الكوري بدون أي شروط وبدون أي أهداف وبدون أي نتائج حتى هذه اللحظة. تماما كما تفضلت محمد، يعني أول ما خطر في بالي حينما سمعت قبل دقائق قليلة تصريحات الرئيس الأمريكي هو السيناريو الذي كان قد اتبعه مع كوريا الشمالية، من تصعيد إلى أعلى درجة مباشرة إلى فتح كل الأبواب للحديث عن كل شيء بما في ذلك اتفاق سلام والتخلي عن الأسلحة النووية بالنسبة لكوريا الشمالية. هل نحن الآن أمام نفس السيناريو مع إيران، هو تصعيد 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 إلى أقصى درجة، ثم الآن فتح الأبواب للنقاش على كل شيء بدون شروط حتى؟ يبدو كذلك. طبعا التصعيد بدأ بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وعقبه فرض عقوبات كبيرة جدا على كل من يتعامل مع إيران، وفرض عقوبات على كبار رجال الحكم في إيران خاصة في المجال المالي والبنكي. لكن إيران من ناحيتها اتبعت نفس نموذج كوريا الشمالية، لم ترد إلا بعبارات عنيفة وسياسات عنيفة جدا ضد سياسات ترامب، وهجمت الولايات المتحدة. وقال أحد مسؤوليها العسكريين أن في مرمى النيران الإيرانية أكثر من 50,000 عسكري أمريكي في المناطق المحيطة، ويقصد بها أفغانستان والعراق ودول الخليج العربي ودول الخليج العربي والمحيط الهادي. هناك أهداف أمريكية تستطيع النيران الإيرانية الوصول إليها. فالتصعيد لم يكن من واشنطن فقط لكن من الطرفين. وكما رأينا في حالة كوريا الشمالية انتهوا إلى عقد لقاء غير مسبوق في سنغافورة، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي أمين في هذه الدعوة، هو لا يمانع في عقد اتفاق مع قادة إيران أو لقاء معهم على الأقل. بالتأكيد لن تمر هذه التصريحات وهذا الموقف الجديد بدون تعليقات من الساسة الأمريكيين الآخرين، ليس فقط من الديمقراطيين المعارضين ولكن حتى من الجمهوريين. نتذكر من أيام قليلة فقط ما قاله جون ماكين، قال الرئيس الأمريكي هو يؤدي أسوأ أداء دبلوماسي في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، يتحدث عن لقائه ببوتين. فما الذي نتوقع الآن؟ نعم، لكن الرئيس الأمريكي غريب الأطوار، هو من خارج المؤسسة الأمريكية ولا يتبع النمط التقليدي في الحكم حتى الآن، خاصة في ملفات السياسة الخارجية. كما هو قام بقرار نقل السفارة على عكس
كل سابقيه من الديمقراطيين والجمهوريين والديمقراطيين، واعتقد ان لقائه بزعيم كوريا الشماليه كان نقطه تحول كبيره جدا في امكانيه لقائه باي رئيس اخر في العالم حتى وان كانت ايران. وايضا هناك الضغط الداخلي، ايضا لا ننسى ان هناك تحقيقات مولر حول التدخل الروسي وهي تستعر جدا، وهو قام بحملات وهجوم شديد شخصي على فريق تحقيق هذا، واتهمه بالولاء للحزب الديمقراطي. فقد تكون هناك ايضا مشاكل داخليه تجعله يتخذ مغامرات خارجيه مثل عقد لقاء قمه مع ايران. واعتقد ان رد الفعل الاهم سيكون من اللاعبين الاقليميين هناك اسرائيل والامارات والسعوديه، وهم من يسخنون الرئيس الامريكي والإدارات الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر عدائية تجاه النظام الإيراني. شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي الكاتب الصحفي في الولايات المتحدة بواشنطن.